السؤال الثاني ذكر فيه بعض الآيات من القرآن الكريم، يقول أرجو تفسيرها. الأولى قول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكوا. هذه الآية في صفات المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، نسأل الله العافية. من صفاتهم أن من رأى أنهم أصحاب مظاهر، أنهم أصحاب مظاهر وأجسام كبيرة قد يكون فيهم جمال ووسامة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كذلك من صفاتهم أنهم أصحاب فصاحة وأصحاب بلاغة، حيث إذا تكلم الواحد منهم يجذب السامعين، وذلك من تمام الابتلاء والامتحان. الصفة الثالثة كأنهم خشب مسندة، يعني ليس فيهم نفع، أن الخشب إذا كانت مسندة لا نفع فيها ولا فائدة منها، فهم لا فائدة منهم لا من كلامهم الفصيح ولا من أجسامهم الجميلة، كأنهم خشب مسندة لا فائدة فيها. يحسبون كل صيحة عليهم، هذه الصفة الرابعة، أن عندهم من الخوف والقلق ما يزعجهم عند كل مناسبة، يظنون أنهم تفطن لهم وأنهم طلبوا العدالة، لأنهم يعرفون قبيح أفعالهم وما يضمرونه، فإذا سمعوا صوتا مزعجا ظنوا أنه يعنيهم وأنهم قد تفطن لهم وأنهم مهددون بالهجوم عليهم، وذلك لما في قلوبهم من الخوف والقلق لسوء أفعالهم واعتقادهم والعياذ بالله. الصفة الخامسة قال الله جل وعلا: هم العدو، وحصر العداوة فيهم. حصر العداوة فيهم لأنهم يخالطون المسلمين ويخدعون المسلمين بحكم أنهم يظهرون الإسلام وهم أعداء للإسلام والمسلمين، فعداوتهم شديدة أشد من عداوة الكفار الخلص المجاهرين بكفرهم، لأن الكفار الخلص يؤخذ الحذر منهم ويعلم أنهم أعداء، وأما هؤلاء فلا يدرى أنهم أعداء بل يظن أنهم من المسلمين، وهم في الحقيقة يكيدون للإسلام والمسلمين من طرف خفي والعياذ بالله. لذلك حذر الله منهم، قال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله يعني لعنهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم وعرفوه، كيف يتركونه إلى الباطل.